بسم الله الرحمن الرحيم. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. هذا المقطع من الآية الكريمة يتعلق بقصة ناقة صالح، واحنا نعرف بالبداهة ان القرآن الكريم عندما يضمن السور يضمنها القصص التاريخية اكو هدف. الهدف من جميع القصص الموجود بالقرآن الكريم الاستفادة من التجربة او اخذ العظة والعبرة، لان طبعا الحياة كلها تجارب. الانسان عنده عقلين، عنده العقل اللي يعبرون عنه المطبوع والعقل المسموع. العقل المطبوع يعني المقصود الاستعداد للادراك. الله عز وجل لا يخلق انسانا الا ويضع عند الاستعداد للادراك، مو الشكل، الاستعداد للادراك حتى يصح معه التكليف. الله ما يمكن يكلف الانسان ما لم يكون عنده عقل عنده استعداد للادراك. وجعل لكم السمع والابصار والافئدة. الافئدة العقول، السمع والابصار يعني وسائل الحس. الانسان عن طريق الوسائل الحسية وعن طريق الوسائل العقلية يقدر يصل الى فهم الاشياء التي يريد فهمها. طيب، اذا الله عز وجل لا يخلق انسان اذا ما يسلح. بايش يسلح؟ يسلح بالادراك، يسلح بالقابلية. العقل اذا قسمين، عندنا عقل مطبوع، يعني بتعبير اخر الانسان مفطور عليه، يعني القوة الادراكية اللي تولد مع الانسان. وعدنا لا، العقل المسموع اللي يستفيد من التجارب. نبه لي، اللي يستفيد من التجارب. الانسان مفتقر حتى ولو كان قابليات الذهنية عالية، لكن مفتقر الى التجربة. تنبه لي، وكان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول رأي الشيخ احب الي من مشهد الغلام. شنو معناه؟ معناه ان الغلام الصبي حتى اذا اخذ سلاح ونزل يقاتل، رأي الانسان الكبير السن اللي مر عليه تجارب الى تأثير اكثر من تأثير سلاح هذا الصبي. الصبي سلاحه تأثيره محدود، لكن هذا رأيه لا، قد يكون انفذ، يعني اشد فتك من السلاح. ليش؟ لانه السلاح اذا يستعمل بغير مكانه ومو بطريقته الصحيحة ما يؤدي النتيجة، وبالعكس اذا استعمل ووضع في موضعه يأخذ اثره. العقل الى تأثيره، يعني تجربة الفكرة لها تأثيرها. الانسان اذا بمشيش الحاجة الى الاستفادة من التجارب في الحياة، ولهذا تلقى الانسان اللي عنده تجارب في الحياة عنده نضوج اكثر. تلقى واحد مثلا قد يكون عنده قوة ادراك ومستفيد من قوة الادراك، لكن تجاربه قليلة بالحياة، يفشل هذا. بعكس الانسان اللي عنده تجارب كثيرة، هاي التجارب تعطي مناعة. زين، اذا عرفنا هذا نرجع للقصص. القصص الموجود بالقرآن الكريم ترى هو هذا الهدف، يعني جاي يجيب لنا القرآن تجارب السابقين، تجارب اللي سابقة علينا يأخذها القرآن يقدمها لنا، يعني خلاصة، يعني بتعبير اخر ديشوق ان جهود الاخرين يضعها بين ايدينا للاستفادة منها. يقول ترى الانسانية مرت بتجارب
بيها تجربة غلط وبيها تجربة صح، اخذوا التجربة الصح وابتعدوا عن التجربة الغلط حتى تتربون. هذا لون من الوان التربية. اذا القصص يستهدف التربية، يستهدف ان يعطي الانسانية عطاء علميا على حساب تجارب غيرهم. من بعد هالمقدمة خلي نرجع للقصة. هذه الواقع لما نرجع للتفاسير ونجي الى قضية ناقة صالح، تفاسير في مثل هالحالة ما تخلو من اسرائيليات. اسرائيليات يعني تلقى ان هاي الناقة مثلا هالكبر طولها وهالقد عرضها، وكانت مثلا يوم إلها الماء يوحدها تشربه واليوم الثاني للناس، ويوم اللي تشرب الماء بدال الماء تعطيهم حليب تكفيهم كلهم، وطلعت من الصخرة ومن وراءها كذا ناقة. يعني فرد حكي أكو طويل عريض هذا الكلام. الواقع إذا انسمع عن طريق المعصوم وبالطريق الموثوق لا نأخذ به، ما يسعنا إلا أن نأخذ به. لكن إذا لا ما وارد عن طريق المعصوم، والقرآن أيضا مو شارحة إن إحنا نسكت عما سكت عنه القرآن، الشيء اللي سكت عنا القرآن إحنا نسكت عنه. ما نجي مثلا إلى التفاصيل أو إلى الآراء، لأنه إذا صار البناء نرجع إلى الآراء اللي من هالنوع أو التفاسير اللي من هالنوع نطيح بمتاهات عريضة طويلة. نعم، وإحنا إن عنها غنى، ومو فرد شيء مفروض علينا أن نؤمن به. يعني بتعبير آخر، ليس من الأمور التي يسألني الله عز وجل عنها غدا، مو من الأمور اللي باشر الباري عز وجل يوقفني بالمحشر ويقول لي ناقة صالح شنو لونها مثلا أو شطولها أو صدق تطي هالقد حليب. ما هذا شيء تكميلي، مجرد معارف عامة. المعارف العامة نأخذ هالصورة الإجمالية اللي رسمها القرآن، ومن بعد الصورة الإجمالية إذا أجتنا رواية عن معصوم لا نأخذها الرواية، وإذا لا والله بشرط أن تكون رواية سليمة، يعني بطرقها الصحيحة. إذا لا والله الطريق مو سليم أو المضمون مو سليم يتنافى ويا المقاصد العامة ما نأخذ به أبدا. فعلى الإجمال من بعد هذا، على الإجمال إحنا نعرف أن الله عز وجل يعطي لكل نبي معجزة حتى تكون علامة على تصديقه. يعني النبي لما يريد يجي يقول أنا نبي، شنو الدليل على نبوته؟ لازم أكو عنده معجزة حتى عن طريق هالمعجزة الناس تؤمن به. وإلا إذا صار البناء يجي يدعي النبوة بدون أن يقدم برهان تكثر الادعاءات يوميا. نعم يطلعون أنبياء، إذا صار البناء كل واحد يجي يدعي النبوة يصدق بدون معجزة بدون دليل. مشكلة عريضة طويلة، وتخطر أكو قضايا هواية طريفة في هذا المورد، قضايا عجيبة. يعني عندما تقرأها الواقع يلفت نظرك، هل هالكثرة كثرة ادعاءات النبوة؟ ويا جماعة ادعوا النبوات. والمشكلة إلها فروع عندنا الشاه. شنو هالفروع اللي إلها عندنا الآن؟ مثلا قد تلقى ناس ما يدعي النبوة، لكن الشي يدعي يدعي علم الغيب. يعني يجي الى هذا الانسان الحائر اللي عنده مشكلة من مشاكل الحياة، عنده مرض مثلا ما جاي يبرأ منه، او عنده مشكلة ما جاي تنحال، او عنده قضية ما جاي يهتدي الى طريقة الخلاص منها مثلا، يجي لي هذا يشتغله، تعال انا ادبر لك يا هالهاي، وانا اسوي هالشيء وسوي هالشيء وهالشكل، ويقعد ويجيب زعفران واكتب مدري شنو وذبها مدري وين وادفنها بالتراب ومن هالملخ هذا. وهذا مسكين فقير بائس، يعني بدلا من ان يقيل عثرته
بدلا من ان يرحمه، بدلا من ان يقول ان هذا انسان واقع بشده بصعوبه خليني اخدمه بالراي الصحيح، اخليه يبعد عن هالاجواء، لا يجي يستغله. الناس ذئاب ترى، نبهلي شويه، يعني مع الاسف الانسان ما يزال حيوان يتصرف بوحي من غرائزه، الا من عصم الله، الا الانسان اللي عنده دين يمنعه، والا الانسان عنده مخالب مثل الوحش. ما طول اكو عنده مجال لاستعمال المخالب يستعمل مخالبه، ومو ضروري الا ان تكون المخالب هي اظفار، لا، احيانا المخالب مخالب فكريه، مخالب حيله، مخالب دجل، مخالب من هالنوع. فهذا بدلا من ان يقيل عثرته، بدلا من ان يجي رحمه، يشتغله يوقع بهالمتاهه، متاهة الدجل، متاهة يعني سواء المشكلة مشكلة صحية او مشكلة اجتماعية او مشكلة اخلاقية، ويقول لا انا مستعد احلها اليك، وقاعد خلي تشوف هذا البلاء المبرم، هذا البلاء المبرم بادعاء الدجل والشعوذة وادعاء علم الغيب والاتصال بالجن. والمشكلة اللي طايحين بها منه الشعوب البسيطة، الشعوب اللي مثلا كمية العلم عندها قليلة، كمية الوعي عندها قليلة، فذولا يشتغلوا لك هالظاهرة، ظاهرة بساطة الشعوب، ويجون يومية تسمع لك عن واحد، نعم، من هالنوع، تسمع واحد قاعد فاتح له مكتب وقاعد يستقبل، وخصوص عند هالمساكين ذول هالعوائل، يعني الواقع. فمن هنا يتعين علينا، يعني يتعين على الإنسان أن ينبه إلى خطر هؤلاء، وينبه الناس أن يعتصموا بالله، يبعدون عن هالأشياء، يبعدون عن هالأجواء، يرجعون إلى الله، يرجعون إلى المصادر الموثوقة، إلى العالم الموثوق، يهدي إلى دعاء صحيح، إلى أثر صحيح، وقدر الإمكان يتوقع الدجالين. وهي ترى مو بس هالآفة، يعني المصيبة، يعني الحقيقة الإنسان واقع لك بين عدة مصائب. هاي آفة، والآفة الأخرى هاي الجديدة اللي طالعت لنا، تعال هاي مسألة المخدرات، هاي فرد كارثة، هاي مالة المخدرات. صور هذا شاب عنده فراغ، بنفس الوقت فرص الحياة أحيانا متعثرة قدامه، يريد يهرب من الواقع. شلون يهرب من الواقع؟ خلي اخدر عقلي. شلون اخدر العقلي؟ يجي لك هذا، تلقى هذا الشاب يحط، هذا ما عنده مانع ان يموت 100 في سبيل ان يحصل كمية اموال، ما عنده اي مانع، لان هذا مجرم وحش. لما يجيب المخدر ويطيه الى هذا الانسان يشوفه يتلوى قدام عينه، ويشوفه يتحول بعد ايام الى مدمن، يقضي عليه الإدمان إلى أن يذوي، إلى أن يتهالك، إلى أن ينتهي، أسرة كلها تتمرض، من أجل واحد ينتفع لش كم درهم من الشحت من الحرام. هذا معنى لازم المجتمع كله يتضافر على إبعاده والقضاء عليه. الواقع هذا خطر، خطر المخدرات خطر، في واقع الأمر من أعظم الأخطار، واجب المجتمع كله أن يتضافر في القضاء عليه. يعني كل واحد عليه مسؤولية، واحد يشوف ليش كت، واحد يقدر يدافع كون يدافع، واحد يقدر نعم يشير كون يشير. المسألة خطرة جدا، خطرة، وضحيتها كثير من الأبرياء، ضحيتها كثير ممن تتعثر بهم فرص الحياة. خليني أرجع للموضوع. زين، الآية إذن بينت أن هذه معجزة كانت إلمن إلى صالح عليه السلام، معجزة الناقة. هسه ليش معجزة الناقة؟ قطعا الله عز وجل عادل، والعدل وضع الشيء بموضعه. إذا يطي موسى مثلا اليد البيضاء أو العصا، ويطي عيسى إبراء الأكمه والأبرص، ويطي صالح مثلا الناقة، قطعا ما اخذ بعين الاعتبار المجتمع اللي عايش بيه، والشيء اللي يمشي عندهم شنو،
يعني يجوز أن يكونون أناس يعتنون بتربية هاللون من الماشية من الحيوانات، فأعطى ناقة تتناسب ويا المدارك ويا الجو اللي عايش بيه على الإجمال. يعني ما نريد نستنبط علل من عدنا، لكن قطعا الله عز وجل عندما جعل المعجزة هذا المعنى أكو ارتباط بها بالمحيط. طيب عندنا هنا نقطة شوية تنبه لي، القرآن الكريم يقول فعقروها. ليش فعقروها؟ المفروض اللي عقروها مو كلهم، واحد عقرها. ليش القرآن يقول فعقروها؟ تنبه لي بالله لها النقطة. الحقيقة هنا يكمن موضوع هواي عظيم، سأنا أوضح لك. الإمام سلام الله عليه يقول للواحد من أتباعه لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم. قال سيدي ليش؟ ليش؟ العلماء شو ذنبهم؟ قال له شافوا السفهاء يعبثون ولم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر. نبه لي، لأن المجتمع لازم يكون بيحس من التضامن، يعني واحد ينهى، واحد يستنكر، واحد يشير إلى مكامن الخطر، يعني يكون المجتمع يتضافر على دفع الباطل. إذن شنو معنى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ يعني لازم أكو تضامن. أنا لما أشوف أكو منكر وما أدري على شنو سأنا أجي أكره نفسي للناس، أنا شنو أعرف تكليفه؟ لا، مو الشكل، لا، لازم واحد يقول هذا المنكر منكر. لتأمرن بالمعروف أو لتنهن عن المنكر أو ليسلطن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. وبالفعل الآن كثير من الناس يقول لك يا مولانا هذا الشعب الفلاني شعب بي أخيار بي أبرار بي أطهار، ليش الله مسلط عليهم هالظلمة؟ ليش؟ ليش الله ما يخلصهم؟ يخلصهم لأنه دولة ما قعدهم حش جماعي، ما عندهم حش جماعي، ما أقعدهم. يعني لازم واحد يشير إلى المنكر، يقف بوجه المنكر بكلمة بموقف بعمل. مفروض هكذا، مفروض المجتمع كل يتضافر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك القرآن الكريم يقول فعقروها، لأن دول السفهاء اجوا عقروها للناقة، ما قاموا لهم الصلحاء أو المتدينين أو الطيبين وقال لهم انتوا غلطتوا. ليش عمل؟ سكتوا. لما سكتوا عمهم الله بالعذاب. فعلا أنا أكد لك، مو هي يقول لك ليش؟ ليش العذاب الآن يجي مثلا يمشي على الناس؟ خوش ذنبهم دول المجرمين هم اللي ينبغي أن يتعرضوا. تقول له المجرم في واقع الأمر مرة مجرم بالعمل ومرة مجرم بالسكوت. شو تنبه لي؟ مجرم بالسكوت أو مجرم بالعمل. أنا ليش أسكت؟ ليش ما أقول للباطل باطل؟ إذا رأيت أمة تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منها. هسا قد يقول لي واحد شو مو إحنا عندنا تيار معاكس الآن عندنا في قلب الأمة الإسلامية، مو عندنا تيار يقول الإنسان لازم يقعد، نعم، ما يعرض نفسه إلى الوباء إلى الوبال. إش جايبها؟ عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا هو مو فاهم الآية زين ويريد يفسرها، هو مو فاهم الآية. الآية ما إلها صلة بهذا المعنى بسبب الأمر المعروف، ولا يصير تضارب بالقرآن. الآية لها معنى آخر وإن شاء الله أعرض له. في المسألة مسألة أنه واحد يجي يقول اش طلع على الحسين؟ ليش طلع؟ ليش مو قاعد بمكانه؟ لو قاعد بمكانه ما صار عليه شيء. يقول لك على الحساب الأنبياء اش طلعهم؟ لو قاعدين بأمكنتهم ما صار عليهم شيء. الصلحاء
وهو اللي غير الدنيا منه، غيروها النايمين لو غيروها اهل النهضات، لا غيروا اهل النهضات، ولا لو ظل عن النايمين كل شيء ما يتغير به، اللي ينامون ياكلون ينامون وما ما اكثرهم لكن كلمة الحق وموقف الحق وعمل الحق ينبغي ان يأخذ اثره. فلذلك شوف تعبير الآية فعقروها، والمفروض اللي عقرها واحد، عقرها واحد، شنو معنى عقره؟ ينسبها الى الجميع، لان اشهموا بشكل وباخر اشهموا بهذه الجريمة. طيب في الآية تقول فعقروها من بعد ما ذكرت فعقروها قالت فقال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام. طيب أولا أول سؤال أنه شنو تحديد هال3 أيام؟ ليش تمتعوا في داركم 3 أيام؟ يعني شنو أكو خصوصية للعدد؟ يعني هالعدد هذا 3 بخصوصية يولا؟ شنو الهدف؟ ليش؟ ليش مو أكثر أو أقل؟ الحقيقة أولا هذا السؤال موارد. ليش موارد؟ لأنه هذا إذا نفتح الشباب كلها يرد بها السؤال، ليش الركعات 4 مثلا؟ ليش رمضان 30 مو أقل ولا أكثر؟ يعني ينفتح فرد باب للتشاؤل ما له معنى. حتما الباري عز وجل شايف أن المصلحة مثل الطبيب، أفرض الطبيب يعطيك كورس مال علاج ل3 أيام، خلاص ما لك حق تعترض عليه، يعني يعرف ان المرض اللي عندك كافي عليه 3 أيام معالجة. هذا هو. هاي ال3 أيام هنا ليش الباري عز وجل حددها 3 أيام؟ انا شفت في التعليل هو بارد، يقول لان الفصيل رغى 3 مرات، لما كل يوم كل مرة رغى بها ابدالها يوم امهلهم يوم، شنو علاقتها بالموضوع؟ ما ليش اقول لك احنا مو كل ما بالتفاسير يمكن ان ناخذه. هاي نقطة. النقطة الاخرى اللي اتصور يعني ويتصور بعض المحققين يقول هاي فترة معقولة طاهم اياه القرآن الكريم لعلهم يتوبون الى الله، يطلعون برا يبرؤون، يطلعون عن هالدار، هاي دار الظلم، يكون برا يبرؤون يعلنون توبتهم فترة معقولة ممكن. لكن الشيء اللي شفته يربطوه علماء المالكية بهذا المقطع من الآية مسألة الإقامة، يعني نسبوها إلى ابن العربي المالكي، ابن العربي هذا المفسر المعروف، يقولون هذا كان وجهة نظرة أن الإنسان إذا جاء إلى بلد ويريد ينوي إقامة ما إلى حق ينوي إقامة إلا بعد 3 أيام، لأن هذه ال3 أيام يعني باليوم الرابع يا الله ينوي، لأن هاي ال3 أيام اللي يدخل بيها إلى البلد، هذه ال3 أيام الله عز وجل أخر فيها نزول العذاب لمن سيموت على قدر متيقن. ما اشوف اكو ربط. انا ما ادري، اللي يحب خلي يشوف القرطبي في تفسير الآية 101 من سورة النساء يذكر المدد اللي بيها الإقامة. يعني احنا عندنا مثلا انا لما انزل لي ببلد مرة رأسا اجي اعزم على ان اقيم به، اعرف اني راح اقيم اكثر من 10 أيام، رأسا انوي إقامة. مرة لا والله ما اريد اقيم به، اظل متردد لمدة شهر، من بعد الشهر حتى لو عندي فريضة واحدة لازم انوي اقامة. عند المذاهب الاسلامية الاخرى بعضهم يشترط 15 يوم، يلا من بعد 15 يلا انوي اقامة، بعضهم يشترط 4 أيام، بعضهم يشترط 3 أيام، البعض الاخر لا، حتى يقول لو اذا مو ناوي الاقامة ما مصمم حتى لو سنين يقيم. ابو مجلج يقول سألت عبد الله بن عمر قلت له أنا أدخل إلى المدينة أتأخر بها 6 أشهر 7 أشهر عندي شغل، قال لي صلي ركعتين ما تنوي إقامة. فمختلفين هم في موضوع الإقامة، لكن ربطها بهاي شنو؟ ما أنا الواقع أعترف أني ما استطعت أن أجد طريق للربط بين 3 أيام
وبين موضوع الإقامة، مش مجرد إشارة. القرطبي استعرض الآراء في هذا الموضوع، استعرضها ونقل عن ابن العربي هذا الرأي اللي يحب يشوفه. جن فأعود للآية، قال تمتعوا في داركم 3 أيام. هذا المقطع يهمني به حادثة صارت للإمام الهادي سلام الله عليه. شنو هي الحادثة؟ الحادثة أن المتوكل العباشي محيي السنة ومميت البدعة، نعم، هذا الرجل اللي يحب يشوف ترجمته شوية زين، أكو ملحق في ذيل كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي بقلم عبود الشالشي، زين، الملحق بترجمة جامع بيها نتف من أوثق المصادر عن المتوكل. شنو مجلسه؟ شلون كان مجلسه؟ قعداته شنو؟ شرابه شنو؟ ندمان منو هم؟ نعم، الندمان اللي وياه منو؟ موقفه شنو؟ مطي عنا صورة هواية رائعة، إذا تقرأ تعرف إيش عدنا إحنا بتاريخنا. لما هذا يجون يطون عليه، يطوها الألقاب هذه، محيي السنة ومميت البدعة، وتعرف السبب كله أن هذا كان يشتم عليه ابن أبي طالب. هاي القصة، هاي العلة هنا، هذا محيي السنة منا، مميت البدعة منا. هذا الرجل المتوكل معروف تماما، وما أحب أن أجعل منبري بذيء في الواقع، بس هذا الرجل إذا تمر بتأريخه مات، يعني ما يظل عندك شيء من الشغول، يعني ما يظل عندك شيء من الوثوق في جملة ما ينقل تاريخيا، لأنه تناقض فظيع في نسبة هذا إلى أن أمير المؤمنين وإلى أن متقي وإلى وإلى. هسه بالله واحد من الشعراء يجي ياخذ له الشنفلش يمدحه، هاي موجودة عندنا الآن، الشعراء في كل وقت تلقى أكو نمط من الشعراء شعره للإيجار أو للبيع موجود، ما عنده مانع أن يصعد له واحد من دول المستنقعات للسماوات، فما يهمنا احنا هذا، لكن انت اللي المفروض عالم ومؤرخ تجي ليه تعبر عنا بأن محيي السنة وميت البدعة وتطي ألقاب وعريضة طويلة. المهم أن هذا الرجل كان إلى عداء غريب ويا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ويا أهل بيته، فبطريقة من الطرق حاول أن يذل الإمام الهادي. شو أول الأمور؟ اتبع أنه شكو من يطبع عليه، مراقب الإمام ليل نهار، جد يومية كابسين بيته، حتى صارت حادثة، هو هذا المتوكل في اليوم صارت عنده دمله وأذته، والأطباء طائدوا يا ما استفاد. الفتح ابن خاقان قال له ما تودي طارش إلى هذا الرجل، إلى هذا علي ابن علي الهادي، ودي له فد واحد خلي شوف وجهة نظره. ودى واحد من غلمانه، قال له ايش له؟ قل له، قال الامام سلام الله عليه في حدود التجارب اخذوا هذا كس بالغنم وخلطوه بماء الورد وخلي خليه على الدمله ويبرا ان شاء الله. فعلا جابوه، انفجر الدمله استراح. لما استراح سمعت هاي ام المتوكل، ودت للامام بدره ب10,000 درهم بختمها، ودتها دبوها بالدار، ما كل بدرة استقرت بعد يوم كبشة ودار الإمام بالليل، كبشوها لقوا ما عنده حصير يصلي عليه، وسيف موجود معلق على جدار بالدار، وأواني بسيطة وهاي البدرة، فشالوا البدرة جابوها. سعيد الحاجب يقول طببتها إلى المتوكل، ودى وراء أمه قال شنو هاي البدرة؟ قالت له هاي أنت من تمرضت أنا اندرت، إذا برأت أنت أنا هذه أوديها للإمام ينفقها في سبيل الله. قال له زين، أنا اللي شاهدي من هالحادث
أريد أبين أن كانت دار الإمام معرضة للكبش يومية، كابشين داره داخلين عليه وكابشين الدار، وأول ما إجا وين خلى؟ خلى بخان يسموه خان الصعاليك. نعم، فد شيء عادي يريد يذل الإمام، ففد وسيلة من وسائل ذل الإمام. قعد فكر، قال باشر أكو عندنا عرض عسكري. هذا العرض العسكري أمر مناديا فنادى أن الناس ينبغي أن يطلعون كلهم مشاة، لحد يطلع راكب، كل ما يطلع يمشي على رجليه. الإمام الهادي سلام الله عليه كان عنده شوية بدانة، والدنيا حارة صيف، ومر الإمام في تلك، طلعوا الناس كلهم مشاة على الأقدام، والإمام طلع يمشي أيضا مع الناس. هذا واحد من حجاب المتوكل يقول مر بي الإمام شفته يتصبب عرقا ومسافة طويلة وما حد راكب إلا المتوكل ووزير الفتح ابن خاقان، ذولا راكبين والناس كلها تمشي. يقول لما مر بي الإمام وشفته بهالحالة سمعت يقرأ هالآية: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. يقول عندي واحد يعلم أطفالي من الشيعة، يعلم أطفالي، معلم مدرس يجيب درس. نعم، كانت دراسة أنا ذاك فردية، ماكو دراسة جماعية. يقول رجعت للدار لقيت هذا المعلم، قلت له أنا اليوم سمعت من إمامك شيء، قال لي ما هو؟ قلت له مر بي ويردد هالآية: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال لي الله عليك أنت سمعتها؟ قلت له بلى أنا سمعتها. قال لي إذا أنصحك روح رتب أمرك، عندك أشياء ضمها وعندك شيء، ترى صاحبك ما يعيش أكثر من ثلاثة أيام. يقول أنا رجعت أضحك على هذا، يجي يعلم الغيب. تالي يقول شو المانع؟ أنا من باب الاحتياط فعلا. يقول جيت إلى جميع الأشياء النفيسة اللي عندي، غيابتها، ضميتها، ضيعتها. اليوم الثالث بالضبط، باليوم الثالث اجى المنتصر ويا القائد باغر التركي ومجموعة الأتراك، طبوا على المتوكل، قطعوه إربا إربا، هو ووزيره الفتح ابن خاقان، اثنينهم يقول حتى سقط لحمه في كؤوس الخمر. دار مدار كؤوس خمر، سقط لحمه في كؤوس الخمر. هذه الحادثة الواقع لها نظير، ما ادري، يظهر انه في نفس الوقت هي هاي صارت. يعني يظهر من بعد العرض الامام اخذ الى السجن. ليش؟ لان اكو رواية يرويها ابن رومة، ابن رومة مع سعيد الحاجب. ابن رومة يقول اجيت سعيد الحاجب الى صداقة وياه. هذا سعيد الحاجب من خواص المتوكل وكان مشرف على السجون. دخلت عليه، التفت لي سعيد، قال لي أتحب أن ترى إلهك؟ قلت أستغفر الله، أنا الله إلهي لا يرى بالبصر، إلهي يعرف بالعقل. قال لي هذا الذي تقولون أنه إمامكم. سبحان الله، نفس اللغة، ها هي نفسها من قبل ألف سنة إلى اليوم، ها نفسها. قال لي هذا الذي تقولون أنه إمامكم؟ قلت له ليش؟ والله احب ارى. قال لي تفضل. يقول جبته واجا وياي، دخلني الى السجن، شفت اكو قبر محفور يحفرون به الى جانب الامام. قال لي هذا صاحبك، بعد يومين تنتهي حكايته، هذا القبر اله. يقول ويا ما ادبر عني انا جلست بكيت، يقول اختنقت بعبرتي. قال لي الامام ليش تبكي؟ قلت له والله يا سيدي انا اشوف يعني هالوضع قدامي، ليش ما ابكي؟ ابكي لان اشوف هالمنظر. قال لي لا لا تخف، هم اللي ما راح يدامون بعد ثلاث ايام، لا لا تخف، باليوم الثالث انتظر سوف يقضى عليه وعلى صاحبه. فعلا باليوم الثالث صارت الحادثه هي هاي نفسها. ها يعني واقع الامر ذولا منين؟ يعني الامام طبعا ماكو عندنا واحد يعلم الغيب لذاته، علم الغيب للذات لله عز وجل، لكن هذا منين؟ مما أخبرهم به، مما ألهموا به، ألهمهم به الله عز وجل،
او اخذوه عن النبي صلى الله عليه واله، والا علم الغيب للذات مختص بالله. طيب، موضع الشاهد، الامام يستشهد بها الآية: تمتعوا في داركم 3 أيام. زين، من بعد هذا ارجع الى معنى اخر في الآية. الآية تقول: ذلك وعد غير مكذوب. هنا يرد سؤال: اكو فرق بين الوعد والوعيد؟ اذا مسألة خير، مسألة نعمة، يقولون وعده، واذا لا مسألة تهديد او شر او عذاب يقولون اوعده. نبه، اكو فرق بين الوعد والوعيد، وهي مسألة يثيروها عندنا علماء الكلام عند المسلمين، يثيرون هالنقطة، يقولون الله عز وجل هل يجب عليه الوفاء بالوعد والوعيد؟ يو لا، ما يجب عليه الوفاء. شلون يعني؟ يعني اذا هدد لواحد بالنار يجب عليه ان يدخله الى النار؟ اذا ما دخل النار يصير كذب ويصير عيب؟ يو لا، ما يجب عليه. اذا وعد بجنة يجب على الله ان يدخل الى الجنة؟ اذا ما دخل يصير كذب؟ يقول قسم، يقولون يجب على الله الوفاء بالوعد والوعيد باثنينهن يجب عليه. اذا هدد لواحد بنار لازم يدخله للنار، اذا هدد لواحد بعذاب لازم يعذبه، وبالعكس اذا وعد لواحد بجنة نعم لازم ينفذ وعده يدخله الى الجنة. قسم يقولون لا يجب على الله شيء ابدا، لا تنفيذ الوعد ولا الوعيد، لانه لا يسأل عما يفعل، فما عليه الزام ابدا، هو مختار يعمل ما يريد. قسم لا، ومنهم الامامية، يقولون يجب عليه الوفاء بالوعد دون الوعيد، لان اخلاف الوعيد ما يعتبر عيب. شلون يعني؟ انا اذا هددت لي واحد والواحد يعرف انا قادر، اقدر ادبه، اقدر اهدده، انفذ الوعيد، لكنه ما نفذته تكرما، ما انفذه تكرما، ارتفع عن التنفيذ، ما ارد عاقبه، ما ارد قابله بالمثل، لان اكو حالات الله عز وجل ما يريد يقابل بها العبد، قد يهدد للتربية، يهدد للتأديب. وحتى الأئمة اكو حالات نعم ما نفذوها، ما نفذوا وعيدهم وتهديدهم. كثيرا من الكرماء من العظماء اكو حالات ما ينفذون بها الوعيد ابدا، مو عيب، يترفع. يعني خلي اقول لك شوية بتعبيرنا العامي، مثل ما يقولون اجل الله السامعين، اذا عضك كلب انت تعض للكلب؟ خلاص، هذا شو يساوي حتى تقابله بالمثل؟ ما تقابله. اكو حالات من هالنوع، واكو حالات لا والله الانسان اكبر منها، اكبر من الذنب. ملاحظ انها الظاهرة اللي يشتغلها الامام سلام الله عليه زين العابدين في ادعيته، يقول لمن انا وما خطري، شنو انا حتى احط نفسي قبالك انت؟ انت بارئ الكون العظيم الذي لا حدود لعظمتك، انت تقابل هذا الضعيف؟ انا عبدك المسكين المشتكين، انا تعذبني بالنار؟ الواقع الله عز وجل مو عيب انما ينفذ الوعيد ابدا، بالعكس، بل تكرم، هو رب الرحمة رب العطاء يتكرم، لكن الوعد لا يجب عليه ان ينفذه. اذا وعد لواحد بجنة او بنعمة عيب ناقص، نعم، ألا ينفذ الوعد. جه هنا نسأل، ليش الآية تقول ذلك وعد غير مكذوب؟ الآية جاي تهددهم لذولا بالعذاب، شو معنى تعبر عن عذاب وعد؟ ليش ما قالت وعيد؟ ليش سمتها وعد؟ ليش عبرت عنا بالوعيد بالوعد مع العلم هو وعيد؟ تنبه لي شوي للنقطة. فلما الآية تقول ذلك وعد، وهي جاي تهددهم، جاي تقولهم تمتعوا في داركم، يعني انتظروا 3 أيام شوفوا ايش راح نسوي بكم، جاي تهدد،
فلازم تسميه وعيد. ليه شمت وعد؟ انا اقول لك شمت وعد لان إجالة المعارضين للنبوات عن الارض هو نعمة. إزالة الفشاق والأشرار، يعني أنت لما تجي إلى بيتك تلقى به قاذورات وتطهر لبيتك، إذا أردت الطهرة هاي مو نعمة؟ نعمة. إذا تجي توخر الفشاق عن الطريق، الأشرار عن الطريق، هذه نعمة من النعم، ولذلك عبر عنها بالوعد، وإلا في واقع الأمر كان مثلا ينبغي التعبير بالوعيد. لكن تعبير الباري عز وجل بالوعد لأن إجاحة الكفار، إجاحة معارض الرسالات عن الطريق تعتبر نعمة من أعظم النعم. ذلك وعد غير مكذوب. الله عز وجل عجل بالانتقام لنبيه، ولذلك تلقى الآن احنا عدنا بالشيرة، عدنا بالتاريخ، ذولا قتلت الأنبياء أو قتلت أولاد الأنبياء، ذولا مختلفين قسم، الله يعجل العقاب فورا، مو يوم العاشر من المحرم. الحسين سلام الله عليه صاح لأصحابه بليلة العاشر، قال لهم سووا خندق داير مداير المخيم ودبوا به الحطب، والصبح يوم العاشر اوقدوا فيه النار، لان دول اعرفهم انا، دول ما عندهم نبل، يجوز يهجمون على العائلة يروعون العيال، اوقدوا النار حتى تكون حماية لظهور العيال. انفصل من معسكر عمر ابن سعد فارس، وقف صاح يا حسين استعجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة؟ فقال الحسين أنت أولى بالنار صليا، اللهم أذقه حر النار. ماكو، فورا جمحت به فرسه، ذبته، تعلقت رجله بالركاب، أقبلت تشحبه إلى أن وصلت إلى الخندق قذفته بالخندق، فورا وقع، النار تناولته وأحرقت. هذا فورا استجيب فيه الدعاء، بينما اكو ناس لا والله شوية اجل لهم استجابة الدعاء، بعد فترة وان كان ما طالت سنين، مثل ايش يقول المنهال، حججت سنة من بعد ذلك ايام المختار ابن ابي عبيد، يقول حجيت فجئت الى المدينة، قلت اني ما اقدر مثلا انا ارجع من الحج دون ان ارى الامام السجاد سلام الله عليه، يقول جيت الى ان وصلت الى دار الامام، دخلت، لما دخلت ووقع بصره علي شال راسه، قال لي منهال؟ قلت بلى سيدي. قال يا منهال ما فعل حرملة؟ تصور هذا شو مسوي بقلوب اهل البيت، يعني حارق قلوب اهل البيت، طفل برعم ابو 6 اشهر يرجع على صدر ابوه مذبوح من الوريد الى الوريد، يرفرف، مو الامام الصادق سلام الله عليه شنو تعبيره؟ يقول كان طفل جدي الحسين بقماطه لما احس بحرارة الشهم انتزع يديه من القباط واعتنق رقبة والده وجعل يرفرف كالطير المذبوح. وضع الحسين يده تحت منحر الطفل حتى امتلأت دما عبيطا، قذف بها، قال اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح، اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح، ورجع به إلى الخيمة. صاح رباب خذي ولدك مذبوحا، خذته ورجعت به إلى المخيم.
يا رجواي عقبك ما بعد لوليت خلاف حسين عيبك عدت تحت ظل بيت يا ابن الكربلاء يا ابني عشان لا جيت يا ابن تموت يا ابن ولا شربت الماء عسى يا ما يكون انقطع جروانك يجري الماء وانت تلوش بلسانك. يقول للإمام ما صنع؟ يقول لشيدي تركته حيا يرزق. قال اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر الحديد. وبالفعل يقول رجعت وأنا راجع صادفت المختار والناس من حوله يقولون جئنا به، سألت ما الخبر؟ قالوا لي أمسكوا حرملة وجابوه. خليني والله أشوف المنظر. يقول وقفت لما وقع بصري عليه بمجرد أن رآه المختار قال علي بالحديد. يقول أقبلوا إليه بسيف بدأ يقطع أعضاءه وأوقد له نارا فألقى أعضاءه في النار فشبحت. قال لي ماذا لماذا شبحت؟ قلت له والله أنا القصة ترى هكذا مريت بالإمام والإمام سألني عنه بمجرد أن أخبرته رفع يديه قال اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر الحديد. يقول جيت أحادثة إلى أنصار قريب من الدار قال لي مل معي تناول من الطعام. قلت له أنا اليوم أو بالأحرى أنا قلت له مل معي تناول معي من الطعام. قال لي تريد من عندي أكل طعام هذا؟ لا والله أنا أصوم اليوم شكرا إلى الله. استجاب الله دعاء الإمام على يدي أنا أصوم شكرا لله. ولكن أقول له هل موقف هل يعدل ساعة من حرقة قلب الحسين على ولده لما رجع؟ وهي بس هاي الحسين احتفر له بجفن الشيف وواراه أهال عليه التراب. شنو اللي سووا لما جاءوا لقطع الرؤوس؟ سألوا عن رأس الرضيع قالوا لهم أن الحسين واراه. فقال عمر بن سعد انبشوا الأرض برماحكم، نبشوا الأرض برماحهم، استخرجوا عبد الله برمح من تلك الرماح وقطعوا رأس الرضيع. ولو تراه حاملا طفله رأيت بدرا يحمله أو الفرق أدى مخضبا من فيض وداجي البسه سهم الردى مجسادا فلا بلغ الفطام لكم رضيع وطفل الشبط يفطم. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. ربي إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم
ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.